السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ كلشي بخير. اليوم جيت لكم فيديو جديد للقنبله ديال اليوتيوب اللي هو ايكرون فوندو تانيودرم. كلشي كيهضر عليه، كاع الناس كتهضر عليه، كاع اليوتيوبرز كيهضر عليه، وحقيقه يستاهل. انا جربته، عجبت لكم بهذا الفيديو. تقريبا هذه شهر وانا كنستعمله، ولقيت عليه واحد النتيجه رائعه جدا، ونصح به كاع البنات، لانه هو 3 في 2. بالنسبة للناس اللي عندهم بشرة مختلطة راه غتجي ليهم على البشرة ديالهم. بالنسبة للناس اللي عندهم بشرة جافة غيجي الروعة الروعة الروعة، لأنه كيجي بزاف مع البشرة الجافة. بالنسبة للبشرة الدهنية ما نصحهمش بهم. علاش؟ لأنه هو أصلا دهني، حيت هو 3 في 1، مرطب وإكرون وفون دو تان في نفس الوقت. ما تحتاجوش ديروا ليدغاتاسيون قبل، عاد ديروا هو العكس، هو ايكرون وكي ادغاتي في نفس الوقت. هذه من جهه. من جهه اخرى غندوزو للسلبيات ديالو. هنا كيف كتشوفوا كاتبين باللي فيه هو ضد الماء. هو صراحه ماشي ضد الماء، هو ماشي ضد الماء، لانه ان فوا تصب عليكم الشطه وش حاجه غادي يسيح. اللي هو زوين هو ما فيش مواد، ما فيش ريحه، وما فيش ماده ديال البارابين اللي هي كنعرفوها ماده مسلطنه. انا غادي نطابي في لابو ديالي هكا، نتمنى تكون نشوفو. وبالنسبه للتكستور ديالو راه خفيف، انا غندير غير شويش هكا باش تشوفو. وكيعطي واحد لابريونس في البشره رائعه، وتغطيه ما نقولش لك عليهم، غاديش نقولو تغطيه توب توب، ولكن كيدرق صراحه. الناس اللي عندها العيوف لابو ديالها كيضرق، ولا ريحتو كيعطي، ما عرفتش كيبان ليكم ولا لا، كيعطي واحد لابريونس. لان هذه هي يديه اللي ما فيها والو، وهذه هي باش يبان ليكم الفرق. شفتوا؟ بعد نستوبي هنايا باش تشوفوا، باش يبان ليكم الفرق، باش ما تقولوش لا راه فوالا. شتي هاد البلاصه اللي ما فيهاش كي كتبان، وشتي هنا كي كيبان. هو ماشي مقبص، كيبان الوجه طبيعي جدا جدا صراحه، ولكن خفيف بالنسبه للتكستور ديالو. المزايا ديالو تكستور خفيف، كيعطي واحد كيضغط لا بو، كيعطي واحد لابريونس زوينه، وماشي مشعشع، كيبان طبيعي في الوجه. ونتمنى يعجبكم. وحتى بالنسبه للثمن ديالو ماشي غالي، انا خديته من كنتذكر ب 130 درهم من بارا فارماسي، على عكس لا فارماسي كيدير، ما عرفتش كيبان ليكم مع الضوء، كيدير 195 درهم في الفارماسي. انا خديته غير من بارا فارماسي، وفيه 3 ديال الانواع. انا خديت البيج دوري، وفيه الاوبال بالنسبه لي لابو ديالهم بيضه بزاف، وفيه البرنسيس بالنسبه اللي عندهم لابو سمراء. وبالنسبه لي لابو ديالهم ما بين البيضه والسمريه، انا ننصحهم بهذا. انا جاني هذا واخا انا بيضه، جاني هذا مع لابو ديالي، كيبان طبيعي، كيبان فحال الا ما دايرهاش، بحال لابو ديالي، ما كنبقاش داك الشيء مقفص. ونتمنى ما نكونش طولت عليكم في الفيديو، ونتمنى تشجعوني بلي زابوني ديالكم وبلي جيم وبالبارطاج، باش تبارطاجيو مع صحابكم. نتمنى يعجبكم الفيديو، وشكرا الى فيديو قادم ان شاء الله.